السلام عليكم ورحمه الله اخواتاتي، مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم الدجاج محمر بطريقه رائعه جدا. نتمنى كاع تجربوا بهذه الوصفه. اليوم جبتها لكم بطريقه خفيفه وسهله وما فيهاش زانغريديون بزاف ولا مكونات بزاف. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الوصفه للاخر وتتبعوا كاع الخطوات اللي غادي نديروها. اول شيء اخواتاتي في المقادير تاعنا، هنا عندي حبه بصل مبشوره لازم تكون بالماء تاعها. الماء تاعها كما راكم تشوفوا ها هو. عندي 3 حبات تاع الفصوص تاع الثوم، 3 فصوص تاع الثوم مبشورين ايضا على حساب هنا الحجم تاع الدجاجه. الا كانت دجاجه كبيره ديروا هنايا ضعفوا الكميه. عندي الزعتره، عندي ورق الغار ولا الرند، عندي زوج ورق، عندي الملح، عندي الزيت، عندي الفلفل الاسود، عندي الكركم، عندي زنجبيل مطحون، عندي فلفله حمراء او بابريكا الحلوه، وعندي هنايا الخردل ولا لاموطاط، وعندي هنايا دبس الرمان. دبس الرمان هنا اختياري، تبغوا ديروه تبغوا ما ديروهش، لكن انا هنا في درت لكم فيديو على دبس الرمان، دوك يفوت عليكم الرابط اعلى الفيديو هنا باش نوريكم الاستعمال تاعو علاش يعطي طعم شباب للمشاوي كما سبق وذكرت. واللي ما عندهاش دبس الرمان تقدر تستغني عليه ودير تحط الخل فقط، الخل فقط في هذه الوصفه، ولا لما عندكش الخل ديري عصير ليمونه واحده، عصير ليمونه واحده. هنا اخواتي راه عندي هنايا دجاجه راني نقيتها غايه ولحتلها كاع كاع هذيك الزوائد اللي فيها ونقيتها بالماء والخل. ولا ما عندكش الخل ديري الليمون، ديري الماء والليم وغسليها غايه ونقيها غايه. ها هي دجاجتنا. الان غادي نفوتو نديرو التتبيله اخواتي. هنا في الصحن اللي يدخل الفرن لازم صينيه تدخل الفرن، اما من حديد او فخار ولا من زجاج. نبدو اخواتي، نحطو هنايا البصل. اول شيء البصل، حطوا الثوم. ماذا بكم البصله تكون مقطعه رقيق بزاف ولا ما كانتش رقيقه باش غادي كل شيء يذوب. هنايا ها هي نزيد شويه تاع زعتره، حوالي ملعقتين صغار من الزعتره. نحطوا ورق الغار ولا الرند ولا ورقه سيدنا موسى. نحطوا الملح، الملح حوالي ملعقه صغيره من الملح باش الدجاج يبغي يتنكه غايه بالملح. نحطوا هنايا شويه تاع الزيت، نحطوا ملعقه صغيره من دبس الرمان. نحطوا التوابل تاعنا اللي هي فلفل اسود ولا الحرور، حطوا ملعقه نصف ملعقه، وهنا على حسب الكميه اللي تبغي السيده، لا حاره بزاف زيد الحرور. حطوا ملعقه صغيره تاع الكركم، حطوا ملعقه صغيره تاع زنجبيل ولا تاع سكنجبير، حطوا ملعقه صغيره تاع فلفله حمراء. هنا سمحوا لي باش نذكر لكم في المقادير عندنا شويه تاع الزعفران. الان اخواتي جا الوقت تاع الموطاط، حطوا ملعقه ونصف من الخردل ولا لاموطاط. وهنايا اللي ما عندهاش الخردل تقدر تعوضها بياغورت ناتور. هنا اخواتي نخلط كل المكونات جيدا. هنا بعد اللي خلطنا التتبيله غايه، نجيبوا هنا الدجاجه تاعنا. بسم الله، ها هي نحطوها في نفس البلاو ونقعدوا ندخلوا فيها هذا التتبيله بشكل جيد، لكن تبعوني كيفاش ندخلوها. هنا اولا غادي نجيبوا هنا هذه الجلده، طلعوها بلا ما تمسقوها كليا. ها هي هنا باش تجيكم نكهه وتجيكم طريه من الداخل وما تجيكمش ناشفه. دخلوا هاد التتبيله غايه هنا كاع في الزيت تاع الدجاجه بين الجلد واللحم. هذه طريقتي المعتمده. نجيبوا السكين، نجيبوا السكين وهنا ديروا كيما هكا بلا ما تقطعوا الجلده. راكم تشوفوا هنايا راني كيما نقول لك راني درت لها هكا خطوط، حليت الدجاجه في الزر تاعها باش الزر يجيكم منكه. ندخلوها كاع هنايا كيما هاك، ونزيدوا هنايا ثاني هذا عند الفخط، ندخلوا غايه هذيك التتبيله باش كي تاكلوا الدجاجه كيما قلت لكم يجيكم منكه. هي نزيدوا منه، صدقوني هذا الدجاج ما شاء الله كي نديره ما يبقاش، خير ما تشروه من المحلات. ما تعرفوش اذا كانت نقيه هذه الدجاجه غايه ولا كان هذا الدجاج صابح ولا تاكلوا حاجه نقيه. هنايا اخواتي ندخلوا هذا الرند الداخل ولا هذا ورق الغار، نجيبوا التتبيله ونفوتوا عليها من الداخل.
لازم تستعملوا يدكم باش تدخلوا فيها وتنكهوها غاية. صح من بعد يديكم غادي يقعدوا معمرين بالزعفران. ها هي كاع هنايا فوتوا عليها نقلبوها. هذيك لاموطاد تعطيها واحد الهشاشه وهذاك اللحم يولي تتغروح. لاموطاد في اللحم سواء كان غنمي ولا سواء كان دجاج يرجعه ما شاء الله يتفتت غير روحه ويطيب بطريقه جيده. قلت لكم لا ما كانش عندكم لاموطاد عوضوها بالزبادي اللي هو الياغورت ناتور ولا الياغورت الطبيعي، ولا ما عندكمش ياغورت طبيعي ديروا الخل. ديروا الخل هنايا كما انا هنايا الرقبه ولا العنق نقلعه ما نخليش في الدجاجه كي نديرها روتي. نتوما تبغوا تخلوه خلوه. شاول هنا الجنحه كما راكم تشوفوا تخلو الجناح ما تقطعوهش هنايا. ومن بعد هذا اكيد ما غاديش يتكل غير باش ما تغبركمش كيفاش كيديروها في الشوايه. راكم تشوفوا هنايا دخلت فيها غايه، راكم تشوفوا هنا دخلت فيها غايه هكا راهي نكها بطريقه ما شاء الله عليها. الان غادي ننظف يدي خواتاتي ونولي لكم. اخواتي هنايا بعدين نظفت يديا كما راكم تشوفوا الدجاجه تاعنا راهي متبله بشكل رائع. نجيبو هنايا اول شيء دوك هنايا غادي نديروها كما قلت لكم الدور في الفرن. هنا كيما هكا تنجمو ديروها في اكياس الشواء بنفس الطريقه بنفس التتبيله ودخلوها في كاس الشواء وتاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله. الان غادي ندخلها من هنا بهذه الطريقه. هنا الاخوات المبتدئات دخلوها من الرقبه ولا من العنق. كاين اللي يقول لك ما تقوليش الدجاجه عندها رقبه قولي عنق، وكاين اللي تقول لك ما تقوليش عندها عنق قولي عندها رقبه. المهم هي رقبه ولا عنق كيف كيف، المهم تفهموني كاع. ها هي خواتاتي انا نزيدو ندمروها هذا نخلو هنايا. وهنا غادي نجيو نبلعو عليها. هنا كي تنقو الدجاجه ما تبقاش تقلعوا لها هنايا هذا الزائد، هذا اكيد ما غاديش ناكلوه من بعد لكن نسحقوه باش نبلعو به الدجاجه. ها هي بهذا الشكل نجيبو هذا الزوج هنايا الكروشي ونعاودو نبلعوها هنايا بسم الله. وهنا نجيبو الكرعين او الرجلين هنا كما تقدروا ديروا لها كيما هاك، دخلوا لها كرعيها هنايا ولا الرجلين ولا ايوا تبلعوها كيما هاكا. ندمروا هنا شويه عفوا منكم طفالي الضو لاطوش طفات لي تاع الكاميرا. هنا كيما هاكا دخلوها تحسوا باللي نغرز هذاك هذه نغرزت لكم في الفخذ في الفخذ. ايوا هنا بلعوا عليها. وهنا الا خفتوا منها طيح لكم ولا استعينوا بالاعواد الخشبيه ولهاد هكا بيكوها هنايا. ها هي زيدوا زيروها بالاعواد الخشبيه هذه لتفادي هكا تقولوا تبالك تهود لكم ولا ديروا هنايا عود خشبي منها وزيدوا ندخلوا ايضا في الفخذ وزيدوا هنايا واحد اخر. ديروا من هاد الطوال احسن خاصه بالشواء يكتبوكم غايه. ونجيو اخواتي من هاد الجهه وندخلوها هنايا في الصدر نثبتوها غايه ثبتوها بشكل جيد. نزيروا عليها نجيبو هنايا الاجنحه تاع الدجاجه ندخلو ديريكت الكيودو عفوا ندخلو ديريكت العود الخشبي. قلت لكم نستعملو تاع الشواء احسن انه طويل ويساعد. ها هو ها هي خواتاتي هاكا للتفادي ما تقولوا لا طيح لنا لا والو في الكوشه او في الفرن. هاد البلا راكم تشوفوا فيه بقات لنا فيه التتبيله غادي نعمرها دروك بالماء. غادي نعمرها بالماء وندخل هذه اول شيء ندخلها للفرن ننظف ايضا يدي ونرجع لكم. انا خواتي الفوق تاعنا راه امامكم نجيبوا الدجاجه تاعنا بسم الله ونحطوها على بركه الله. ها هي اخواتي حطينا الدجاجه تاعنا. الان هنا يا خواتاتي كما راكم تشوفوا البلا اللي درنا فيه التتبيله عمرناه بالماء الماء العادي عمروه بشكل جيد وندخلوه تحت الدجاجه هكا باش يعطي رطوبه للدجاجه تاعنا وطيب لنا بشكل رائع ومتبل. ومن هذا البخار الماء اللي غادي يطلع لنا غادي يطلع متبل وكل شيء يولي للدجاجه. نبلعوا عليها الان مده ساعه اخواتي
انا طيب لي مده ساعه في الفرن تاعي، كل وحده والدرجه تاع الحراره تاع الفرن تاعها وطريقه الغاز اللي كان عندها قوي ولا ماشي قوي، خلوها نص ساعه حتى لساعه وربع ساعه ونص كل وحده وعلى حسب كي طيب خواتاتي، ونرجع لكم باذن الله تعالى. ها هي الدجاجة تاعنا اخواتي طابت كما راكم تشوفوا فيها في صحن التقديم، راني مقدمتها مع لي فخيت، وكل واحدة لها حرية الاختيار مع من تقدمها، مع اي حاجة راكم باغين تقدموها معها. نتمنى ان شاء الله وصلت اليوم تعجبكم وتنال رضاكم، وغادي نوريها لكم من الداخل كيفاش طابت لي، وجاتني هشيشة بزاف، وهذا اللحم يتفتت غير روحها بهذه التتبيلة الشابة، شوفوا معايا. ونتمنى منكم اذا كنتم اول مرة تشاهدوا القناة الضغط على زر اشتراك اسفل الفيديو وتفعيل جرس ليصلكم جديد الوصفات. استودعكم الرحمن الذي لا تدع ودائعه.